خاي المهم هنا خرجوا 5 د الناس ميتين، واحد السيده هي اللي عتقوها ردوها، يعني واش عايشه واش غتعيش ولا لا الله اعلم. هاد البرطمه اصلا اللي لقاوهم فيها، هاد البرطمه اللي لقاوهم فيها اصلا كتكرى الدعاره، فهمتيني، كتكرى الدعاره، وماشي غير ديك البرطمه، العماره كامله واقيله فيها 2 الناس اللي مزوجين، يعني حتى ما باقي كل شيء، شريت السكنه فرشها وكريها للدعاره. هاد الناس غير كارين، هاد الناس اللي ماتوا دابا كلهم هادو غير كيكون مثلا واحد كاري وكيفهمتي كيجيب الناس ديال الدعاره لهنايا وهادي، فهمتي. اما الناس اللي ساكنين بطبيعه الحال ما غاديش يكون هاد الشيء هذا. حنا كنطلبوا من السلطات يجيو يديروا لنا الحل، يجيو ينقيو هاد السكن الاقتصادي، فهمتي، يجيو ينقيو هاد السكن الاقتصادي. هاد السكن الاقتصادي راه ما دارش لهاد الشيء هذا، الا دار لهاد الشيء هذا حنا ما غنشريوش هنا، حنا نمشيو بحالنا من هنايا، يعني نخويو حنا من هنا. تشكينا صراحه الله، تشكينا وعاودنا ومشينا، ولكن ما كتكونش شي حاجه، كيجيو كيديروا معاينه ولكن ما كنشوفوش شي نتيجه، ما كنشوفوش شي حاجه، يعني نفس المشكل كيتكرر وكيتعاود. انا بيدي السيد كنهضر معاه طالع هنايا، ما كيسكنش هنايا، داخل انا كنهضر معاه، انا كيسبني، فهمتي، انا كيسبني، هضرت معاه على هذا المشكل هذا، كنقول له انت ما كتسكنش هنا، شنو كدير هنا، بقى كيسبني. وهاد الكارثه هذه راه كانت غتوقع، غتوقع وها هي وقعت، ومازال يوقعوا كوارث اخرى الا ما تدخلتش السلطات. كنتمنوا من السلطات تدخل وتنقي لنا هاد المسائل هذه. شي اول حاجه جبنا 5 الناس ماتوا وداك الشيء، يعني شنو كاين الله اعلم، يعني حنا كاين فساد في هاد الطنجبريه في هاد الشيء هذا. حنا انا الناس محترمين، عندي الوالده ديالي، عندي خوتي، تيجيو العائله وداك الشيء، يعني بغينا الفساد ما عندناش شنو نعملوا. اللي تتنوطات هذا تما تينا ماشي مزيانه، تقول لك تينا ماشي الشغل ديالك، يعني اللي تتنوطات داري على حقك، تقول لك ماشي شغلك، شد الباب ديالك مشي تنعس مشي تعمل، وتينا ما تنعس ما تعمل حتى شي حاجه. هاد هذا يوميا ماشي مره ماشي جوج، يعني فهمتي، عيكري الدار ديالو، عيكري الناس محترمين، اما فساد ما عندناش شنو نعملوا به. يوميا تينا تتشوف داك الشيء، تدخل ولا تدخلش، تجبر داخلين هذوك عريانين، يعني هذوك حشومه تتحشم، انتينا اللي ساكنه هنا تتحشم، تتحني راسك وتتهود ولا تتطلع، يعني فهمتي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.